مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. فخر جزائر العالم بالقاسم حبة صنع الحدث في السوشيال ميديا، وهذا بعد أن تصدرت صوره أفخم الواجهات العالمية لبورصة وول ستريت وناسداك بنيويورك. العالم بالقاسم حبة شارك في افتتاح بورصة NYSE وإغلاق بورصة ناسداك بمدينة نيويورك الأمريكية. ويذكر أن نجم العلوم بالقاسم حبة العربي الأكثر اختراعا عالميا بأزيد من 1500 اختراع. قناة باستارز تتمنى للعالم الجزائري بالقاسم حبة كل التوفيق في مساره المعرفي، دمت متألقا في كل مكان. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم باستارز.